تابعونا يا شباب، مقارنة بين الحامل ميك والحامل آرك، كيف السرعة بينهم في الإنتاجية وجودة اللحام ونظافة اللحام كذلك. تابعونا بس المقارنة بين اللحام اللي هو الحامل آرك ممتاز، حامل آرك متعارف عليه هو الأكثر انتشار، واللحام الميك ممتاز. بسوي المقارنة في السرعة، كيف سرعة الإنتاج الإنتاجية بين الميك وبين الآر، راح يكون فرقهم كبير وشاسع، راح أريكم الآن الفرق. طبعا هذا الميك ما بعد سويت عليه شروحات، لكن بعدين راح أسوي أكثر شروحات لأن أريكم مميزات في الإنتاج. طبعا راح ألحم اللي هو الرمبة هذه، وراح أريكم الإنتاجية العالية بينهم. عموما عندي راح أسوي مقارنة بين اللي هو الآرك والميك، راح أريكم السرعة. طبعا هذا نظام القواطع، راح أسوي اللحام من هنا وهنا مع الجهتين، طبعا ما يحتاج لحم هنا لأن هذه قطعة واحدة، إذا لحمت هنا وهنا يكون تماسك نفسه، وأصلا اللود والحمل على تحت، فأظن هنا ما يحتاج أبدا زيادة تكاليف ولا يصلح لنا الشيء هذا. عموما راح أريكم، طبعا ما راح ألحم بالآرك كثير لأنه بطيء، هذاك راح يفرق معي وانا يهمني الانتاجية في الوقت، بس راح اوريكم مقارنة بحسب من هنا 10 حبات 10 زوايا ولحمها بالارك، اوريكم الوقت، وكذلك مع الطرف الثاني بالميك وعشر اوريكم الوقت كيف السرعة بين هذه وهذه، وبأنفسكم تقارنون. ماكينة اللي هو تيك لحام تيك، لكن تلحم اللي هو حامل قوس الكهربائي، شوف ناظر ممتاز إلى هنا تبعها، طبعا هذا جاي معها راح ألحم فيها. طبعا اختار هنا من ضمن الخيارات، هنا شغل الخيار هذا، طبعا حولها على التيك من هنا واضح، كذلك من هنا حولها على الارك، اختار الروتين من هنا، زود الامبيرات وانقص الامبيرات من هنا، راح الحم فيها واختار السلك السماكة العالية 4 ملي، راح اجربكم في 4 ملي حرارة عالية عشان ازود في السرعة، واوريكم السرعة بين سرعة الارك اللي هو القوس الكهربائي وسرعة الحامل ميك. الان نبدأ.
طبعا يحتاج تنظيف. لا راح اوريكم الان. كيف هنا كذلك هنا الحرارة حطها 158 في 160 على سلك اللي هو 4 ملي واضح هذا في الارك راح اشتغل على الميك على سلك 1.2 للمعلومية أنا قاعد أستخدم في اللحامين اللي هو لحام الميك لحام القوس الكهربائي اللي هو الأرك أستخدم السرعة العالية للسمكات العالية مثل ما قلت لكم قبل كأن معك سيارة سريعة أو مسموح لك في السيارة 120 سرعة زادت مهارتك تصل إلى سرعات 220-200 أنا الحين قاعد أستخدم اللي السرعة وأريكم بس الفرق بينهم في الإنتاجية بين اللي هو القوس الكهربائي وبين الميك راح أوريكم الآن وراح نحسب وأريكم نقول بسم الله نحسب الآن طلع بينهم الفرق أريكم الآن نعومة خط اللحام هنا الفرق الآن قاعد الآن هذا اللي هو اللحام الميك ممتاز مقابل الأرك الأرك بضطرني أنظفه كم يأخذ مني تنظيف أوكي كلها الحمد لله فيها تماسك بس تنظيف وقشرة وكلام فاضي المفروض هالوقت هذا اللي راح ننظفه على طول أرشه بويا ولا عندي أي مشكلة ونفس اللحام وممكن هذا يكون أفضل وهذا أوفر بعد أوفر من ناحية الوقت من نواحي كثيرة حتى شوف حتى ما في زيادة بروز هذا صحيح جاي متساوي مع القطعة بين القطعتين لكن في خبث ناظرها شوف كيف في خبث انت عاد تقيم بنفسك هذه ارخص بكثير لو الارك هذه اعلى باضعاف مضاعفة يعني بينهم 5 اضعاف الى 6 اضعاف في السعر وانت احكم بنفسك